السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعين جوجة تيوب، معكم ريناد نيروخ. اليوم إن شاء الله أنا وياكم رح نكمل السلسلة اللي بدأناها بأول الشهر الكريم، وهي سلسلة تدبر وتفسير آية. إن شاء الله اليوم حنتحدث عن الآيات. ألم تروا كيف خلق الله؟ تمس هذه الآية قلوبنا كثيرا، نحتاج إليها في زماننا هذا، زمن الفتن وكثرة المعاصي وانتشار الحرام واختلاط الحرام بالحلال. نحتاج إلى استغفار يخرج من قلوبنا، يطهر أجسادنا وجوارحنا، يطهر ما اسود به قلوبنا قبل أن يمر على ألسنتنا مر العابر الذي لم يترك الأثر. استغفار يخرج من صميم القلب، يقر بالذنوب والمعاصي، استغفار ذليل رب كبير، واستغفار فقير يحتاج إلى كرم كريم. استغفارنا في هذا الزمان والله أصبح يحتاج استغفارا للأسف، لكثرة إهمالنا باللفظ فيه، فقط نلفظ بألسنتنا دون الإقرار فيه من دواخلنا وقلوبنا. نستغفر الله العظيم من كل ذنب يحول بيننا وبين قبولنا واستجابة دعائنا. نستغفر الله العظيم من كل الذنوب والخطايا جلها ودقها وسرها وعلانيتها وكبيرها وصغيرها. انظري إلى هذه العبارات، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب العالمين بيعرف انه انت اذنبتي وعصيتي وعملت المعصية الفلانية بالوقت الفلاني، لكن الله عز وجل كريم لا يجعل ملك السيئات يكتب الخطيئة الا ان تمر عليها 24 ساعة. هكذا هذا النمط، ان مسيء الليل ينتظره الله عز وجل بالنهار ليستغفر ويتوب الله عليه بالنهار، وينتظر مسيء النهار ليغفر له بالليل اذا استغفره وتاب اليه. رب كريم. وهلأ أجتنا فرصة لحدنا لحد إيدينا، لازم نقبل على الله في هذا الشهر الكريم، شهر الغفران. رمضان عم بيمشي بسرعة، مرقت 10 و11 و12 يوم من رمضان، والله العظيم عم كأنه بنحكي كأنه مبارح كان رمضان، كأنه مبارح باركنا للناس وعيدنا عليهم إنه أقبل شهر الرحمة والغفران. بسرعة عم نمر فيه، ما تخليه يضيع بين إيديكي من دون ما تستغفري، تقري بالذنوب، التوب إلى الله توبة نصوحة من قلبك، تعترفي بفقرك لرحمته وغفرانه. نحن نحتاج إلى رضاه وعفوه. شهر رمضان شهر الغفران، شهر يغير مسار حياتنا، يا للأفضل يا للأسوأ والعياذ بالله، أنت تختارينه بيدك. خلينا نستغل فرصة رمضان ونتوب إلى الله توبة خالصة نقية نصوحة إلى الله عز وجل، لأن التوبة الصادقة والمخلصة واستغفار الصادق لله عز وجل يترتب عليه عطايا كثيرة، منها ومن عطايا الله عز وجل لنا على استغفارنا أنه يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله، أما دون ذلك فيغفره الله لنا، لقوله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقط استغفروا إنه كان غفارا يغفر الذنوب. وثانيا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني هاي الآيات بتحكي عن الغيث والمطر وعن إنه الله عز وجل يرسل علينا المطر غزير متتابع. ألا ترين أن في آخر يعني
سنة سنتين، المطر ما عم بنزل في بلادنا، والغيث عم نحتاج لزرعنا، والزرع عم بجف، عم نحس بفقر بهاي الناحية. هذا والله العظيم حرمنا من هذه النعمة بسبب ذنوبنا، بسبب ذنوبنا. هذه النعمة حرمنا منها بذنوبنا، فلنستغفر الله. ثالثا، ويمددكم بأموال وبنين وواوا أي يكنز أموالكم وأولادكم، ويجعل لكم حدائق تنعمون بثمارها وجمالها، ويجعل لكم الأنهار التي تسقون منها زرعكم ومواشيكم. هاي الآيات يعني قصيها حياتنا، ما في داعي تاخذيها بتفسير العلماء على مجمل العامة، خديها بشكل شخصي. ويمددكم بأموال وبنين، يعني إذا استغفرت الله عز وجل يعني يبارك لك بأولادك وبرزقك، ومش شرط تكون حدائق بالثمار اللي أنت فيها. يعني إذا أنت ما عندك حدائق وثمار تحكي هاي الآية ما بتخصني، لا، كل آية في القرآن حوليها لمشروعك الخاص، مشروعك الخاص اللي بينك وبين رب العالمين. أي يمددك من عطائه وكرمه وخيراته. والله العظيم نحن بحاجة إلى الله الكريم بكل لحظة في حياتنا، نحتاج استغفار ليجيب دعواتنا. كيف ندعو الله عز وجل في عنا خطايا وذنوب مكدسة؟ كيف ندعو الله عز وجل أن يرزقنا لذة الاستجابة والقبول ولذة المناجاة ونحن نحرم من الاستغفار، ونحرم أنفسنا من الاستغفار ولذة المناجاة؟ وعطاء الله وكرمه والخير كثير، فلا تبخلي على نفسك بالاستغفار. مدد الله أي رضا الله علينا وتيسير أمورنا ونعيم الدنيا والآخرة يصب علينا أثر غفرانه وقبوله لنا. يا رب يا رب، صب علينا الخير صبا صبا يا الله. لا تتردد الآن، الآن تجردي من كل المعاصي والذنوب، الآن حطي ببالك هلأ أنت وحدك أنك تسمعي هذا الكلام كأنه هذا هو مشروعك الخاص، أنا بحكي لفلان الفلانية فقط، أنك تستغفر الله عز وجل، تحط جدول للعبادة، تتوب إلى الله عز وجل من الخطايا والذنوب الذي لم يعلمها إلا الله وأنت. أما أنا أن تستحي نفوسنا ونحضرها للقاء الآتي التي لا مفر منه؟ الآن أنت مستورة بينك وبين الله الذنب، استغفريه وتوبوا إليه. بكرة يوم القيامة جميع العالم حتكون واقفة وبتشوف شو ذنوبك ومعاصيك، حتعرض عليك بالساعة والثانية والدقيقة والموقف بكل جلها ودقها. استغفر الله عز وجل، استغفريه الله الآن، استغفريه الآن، لا تسوفي ولا تؤجلي، لعلك لا تدركي بعد هذه اللحظة أو بعد هذا اليوم. وحتى ما نكون أنا وياكم يا حبيباتي من أصحاب هذه الآية والعياذ بالله، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، والجواب هو كلا كلا، خلص الوقت راح، واللي استغفر استغفر، واللي تاب تاب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة للاستغفار، منها استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأخرى اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يورث النسيان لذكرك أو يعقب الغفلة. يا رب يا رب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تبخلي على نفسك يا حبيبتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.